أحسن عشان نرجع له. مثل ما ذكرت أنه هذا هو التكليف عندكم بالذكاء الاصطناعي، مطلوب الاسم تكتبه بالعربي والرقم الجامعي. طبعا هنا في ملاحظات أنه لازم يعني خلاص كل واحد يجاوب لحاله، أي إجابات مطابقة أو مشابهة لبعض أنه حتاخذ صفر في السؤال هذا. الآن إذا أنتم احتجتوا أنه أنتم ترسموا على ورقة، فممكن انه يعني اذا بدكم يعني فممكن انه ممكن انتم ترسموا بالحاسوب هنا في الوورد، انه ممكن تعملوا اللي بدكم اياه. لكن اذا انتم احتجتوا انه تكتبوا يعني ترسموا بايدكم، ممكن انه ترسموها على ورقه وتاخذوا صوره لها باستخدام هذا التطبيق الكام سكانر. هذا متوفر على الاي او اس والاندرويد، وبحولكم اياها لابيض واسود وبتعملوا ادراج في هذا الملف. طبعا هذا الملف مطلوب منكم انه انتم تعبوه وتحولوه لبي دي اف وترجعوا لي اياه، تسلموني اياه في الاساينمنت. اوكي، طبعا هذه لإلي. السؤال الاول بدكم تستخدموا هذه الاداه. هذه الاداه بتتطلب جافا عشان اشغلها عشان اعمل سيرش تري. مطلوب انه انا انشئ يعني سيرش تري، كل واحد يعمل شجره خاصه فيه، انت حر شكل الشجره اللي بدك اياها. فبدك تنشئ نودز والإدجز وتحط النود هيوريستيك والفاليو، النود هيوريستيك فاليو بالإضافة للإدج كوست. يعني زي ما انتم شايفين انه هنا انه انا ممكن انشئ نود، والنود هذه بحدد انه هي هل هي ستارت نود، انه هي الروت، ولا الجول نود، هو الهدف اللي مدور عليه، ولا نود عادية. وهنا بحط الهيوريستيك فاليو، تمام، وكذلك انه الايدج ممكن اسويها بهذا الشكل، وبحط هنا الكوست. الكوست بدي احطها 3. هذه الكوست ممكن اغيرها، اعمل عليها رايت كليك ايدج بروبرتي، وهنا مثلا 7 وهكذا. ممكن اظهر هاي الشغلات كلها، بروح على فيو وبختار هنا الايدج كوست، وبختار هنا كذلك الهيورستيك انه بظهر لي اياهم زي هيك. شكل الشجره اللي بدك اياها، وبتبدا تحل انه كل مره بتختار خوارزميه مختلفه من اللي انا طالبهم هنا. فانا طالب انه انت تحط لي ايش المسار اللي اوجدوا الخوارزميه هذه بالحل، قديش عدد النود الاكسباندد، بالاضافه لسكرين شوت. سكرين شوت بعد ما انت تيجي تعمل سولف، يعني انا بدي اعمل هنا لود سمبل تري، وهنا بدي اعمل سولف. اوكي، فبدي سكرين شوت للحل هذا بالاضافه للتفاصيل هذه اللي انتم وصلتوا لها، تمام. هذا بخصوص الاساينمنت، السؤال الاول. السؤال الثاني، طبعا احنا اخذنا انه في الجيم بلاينج انه احنا محتاجين لايفالويشن فانكشن تحدد انه والله هذه البورد او هذا او هذه الانفايرمنت انه او هذه الحركه اللي انا بسويها قديش انه هي هذه افضل من هذه ولا لا. فبالتالي بدي اعمل ايفالويشن فانكشن للعبه. اللعبه هذه حتكون من اختياركم، اختار اللعبه اللي بدك اياها انه تكون، يعني ابعد عن الشغلات التقليديه واللي ممكن يكون فيها تكرار. شوف لك لعبه انت بتلعبها عندك على الجوال مثلا، واشرح لي اللعبه هنا ايش القواعد تبعتها. اذا انت عملت كذا، اذا سكرت كذا، اذا بنيت كذا بتروح بتفوز، اذا عملت كذا بتخسر. وهنا بدك تقترح لي evaluation function لهذه اللعبه، وهنا طبعا بدك تذكر لي اسم اللعبه، تمام. فانت محتاج انه انت تعبي هذا التيبل. السؤال اللي بعده، الان احنا في الايجنت في عندنا البي اس، الـ Performance Major Environment Actuators and Sensors. هذه الخصائص تبعت الايجنت. اختار ايجنت of your choice، انت اختار الايجنت اللي بدك اياه، وزي ما حكيت انه ايش بخطر في بالك ايجنت بدك تذكر لي اسمه هنا، وبدك تحكي لي انه ايش الـ B وايش الـ E وايش الـ A وايش الـ S لهدول. احنا اخذنا عدة امثلة، شوف حاول تفكر انه ايش ممكن يكون في عندك ايجنت وانه انت تحط لي. السؤال الاخير عن الجيناتيك الجوريثم.
طبعا هنا انت بدك تختار تحدد المعادله تبعتك، تمام، بدك تعتبرها انه هي الفتنس. طبعا المعادله هي عباره عن داله في اكس، تمام، ممكن تحدد انه اكس واحد اكس اثنين، تحطها اثنين متغيرين او متغير واحد، مثال بسيط جدا. فكل واحد يفترض انه هو يختار معادله بتختلف عن الثاني، وبدك تعتبرها انه هي الفتنس فانكشن. المطلوب انه انت تعرف الكروموزوم، تعطيني مثالين عليه، وتعرف لي كروس اوفر اوبريتور تحط لي مثالين، وكذلك ميوتيشن اوبريتور تحط لي مثالين. بتخلص هذا الكلام بتروح تحفظ لي اياه كبي دي اف. اوكي، هنا بي دي اف، و بتسلم لي اياه على الموديل.